السلام عليكم أحبائي، مرحبا بكم. حلقة جديدة من حلقات مطبخ روضة. اليوم إن شاء الله غادي نقدمو لي بات بالفرماج. غادي نحتاجو كمية من لي بات تكون مسلوقة، الأحسن اختيار نوعية بالقمح الكامل. نحتاجو الحليب، بالنسبة لي أنا عندي ميكرو فيلتري، إلا تواجد عند السيدات كان بها، ما كانش ماشي ضروري، ممكن غير حليب عادي وجبنة اللي غادي نطحنو مع لي بات. ندوزو الطريقة. الآن نطحنو الخليط ديالنا. وحنا تنضيفو الحليب باش نخففو وما يجيش عقد بزاف. لقينا لبات محتاجة إضافة، نضيفو لها هلي بات ديالنا. صور جاهزين، تيجي التكستور ديالهم كيف ما هكذا، وتيجيو ملذين بالفرماج طبعا بلا ما نضيفو لا ملح لا سكر. ان شاء الله يعجبو وليداتنا، وبالصحة والراحة.